واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. جت في الآية رقم 41 تقسيم الغنائم في بدر، كيف يقسم أو كيف تقسم الغنائم في غزوة بدر. وطبعا مش غزوة بدر بس، كل غزوة يغنم منها المسلمون بقتال وحرب دي اسمها غنيمة، والغنيمة دي لها تقسيم شرعي هنعرفه دلوقتي. أما للشيء الغنائم بقى اللي بتأتي بدون مجهود من المسلمين، يعني مثلا ممكن يتصالحوا على أموال، ممكن يكون في جزية، ممكن زي في غزوة بني النضير اليهود ألقي في قلوبهم الرعب وفروا، المسلمين ما قتلوش في غزوة بني النضير، هم اللي إيه حتى ربنا عز وجل قال إيه فما أوجفتم عليهم بخيل ولا ركاب، لا حربتموهم بخيل ولا إبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ألقى في قلوبهم الرعب ففروا. دي بنسميها إيه بقى الحاجة اللي بتيجي للمسلمين بدون مجهود وبدون حرب؟ لا مش بقولك بتروح فين، هي اسمها إيه؟ اسمها الفيء. الفيء ما أفاء الله على رسوله، يبقى اسمه الفيء، غنائم جاءت بدون مجهود وبدون حرب. إنما غنائم اسمها فيء، إنما غنائم جاءت بمجهود وحرب اسمها غنيمة. عرفت الفرق بين الغنيمة والفيء؟ طيب اللي حصل في غزوة بدر غنيمة ولا فيء؟ غنيمة، لأن في مجهود وفي حرب وفي قتال. طيب الغنيمة دي كيف تقسم الغنائم في الإسلام؟ نعم، جزاك الله خير. ربنا عز وجل بيّن في قرآنه هذه التقسيمة، الغنيمة كلها هنقسمها أربعة خماس من الغنيمة كلها للمجاهدين في المعركة، الناس اللي حربت ياخدوا قد ايه من الغنيمة؟ أربعة خماس تتوزع عليهم كما يراه الإمام أو قائد الجيش، يبقى أربعة خماس ليهم. طب الخمس الباقي، الخمس الباقي على اسم هنقراه هيتقسم خمس خماس. اتلخبطت ولا لسه؟ أربعة خماس للمجاهدين، اتفضل. خمس، الخمس ده يتقسم على خمس. يعني نفترض ان الغنيمة كانت 5000 جنيه كلها كده على بعضها، كانوا 5000 جنيه، المجاهدين هياخدوا كام؟ 4000 جنيه، ويتفضل كام؟ 1000. الألف ده هنقسمه كام قسمه؟ 5، كل قسم هياخد كام؟ 200 جنيه. بس كده بدي تقسيمة الغنائم. اللي هو الخمس تخماس دول بقى لمين؟ ما انا هقول لك اهو، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. يبقى خمس لله والرسول. يعني ايه خمس لله وللرسول؟ ايوه احسنت، توزع في المصالح العامة للمسلمين. يبقى الإمام لو في حالتنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الخمس ده اللي احنا بالعملية الحسابية اللي قلناها مثلا، يعني 200 جنيه، وإيه؟ ويقسمها في مصالح المسلمين الإيه؟ العامة. لا،
وللرسول أن يأخذ منها ما يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم. ما خلاص الأربعة خمس للإيه؟ للمجاهدين في الحرب. الخمس اللي باقي بيتقسم خمس خمس، أول خمس لمين؟ لله والرسول، يأخذ منه الرسول ما يحتاج إليه ويوزع الباقي في المصالح العامة. ده الخمس الأولاني. الخمس الثاني ولذي القربى. ذي القربى مين؟ أقارب مين يعني؟ أقارب المجاهدين؟ لا، ولذي القربى مين؟ أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أقارب الرسول لا يحل لهم الصدقة حتى لو كانوا فقراء. قال محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم أخذ الإيه؟ الصدقة. فتعويضاً للصدقة اللي ما بيأخذوهاش جعل الله لهم سهماً في الغنائم، فياخدوا الخمس اللي هم اللي بالمثال بتاعنا قلنا 200 جنيه مثلاً لمين؟ لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. بس هل لكل الأقارب؟ قالوا لا، قالوا في ناس من أقارب النبي لم تكن معه في دعوته ولم تقف بجانبه، اللي هم مين؟ قال لك لا، القبائل بقى بنو عبد شمس وبنو نوف، دول مش مشهورين بس دول كانوا يحاربوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تصور، بس كانوا متحدين مع المشركين ضد مين؟ المسلمين. إنما مين اللي كان بيغضب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بنو عبد المطلب، هم دول يغدوا، وبنو هاشم يغدوا من الغنائم. إنما بنو عبد شمس على ما أذكر، يعني الأسماء بنو عبد شمس وبنو نوف على ما أذكر، هو الاسم قريب من ذلك أو يكون ذلك، دول لا يأخذوا لأنهم حاربوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. بنو نوف. واليتامى، اليتامى، الأولاد اليتامى. واليتيم يا أخوانا من مات دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ، ده اللي بنقول عنه يتيم. في مثل يقول لك اليتيم يتيم الأم، ده مثل عندنا، بس من ناحية شرعية اليتيم يتيم الأب، ده اللي بنقول عنه يتيم. اليتامى بياخدوا الخمس الثالث. الخمس الرابع المساكين، الناس الفقراء المحتاجين. لا لا لا، أي يتامى، خلاص عامة، أحسنت، الشاي عامل مزاج. تمام، عليه الصلاة والسلام. وابن السبيل، ابن السبيل اللي في سفر وتقطعت بهم السبل ومعهوش فلوس يبلغ مراده، فده ابن الدين، زي ما بيديله من مال الزكاة برضو ليه سهم آخر من أموال الغنائم. يبقى أربعة خماس للجنود، الخمس الباقي يتقسم خمس خماس، خمس لله ورسوله، خمس لأقارب النبي، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، يعني هذا التقسيم يا مؤمنين هتلتزموا به لو أنتم مؤمنين فعلا بالله وبشرعه، وده مقتضى الإيمان أن تعملوا بأوامر الله عز وجل. ممكن أحد يقول لك لا أنا معترض، أنت إزاي مؤمن وتعترض على قسمة الله؟ ينفع؟ زي للأسف ربنا قسم الميراث وناس معترضة على هذه القسمة، ولا تقسم الميراث بما أمر الله عز وجل. إزاي ربنا يقسم وانت تخالف قسمة الله عز وجل؟ إن كنتم آمنتم بالله، فالمفترض أن المؤمن يسلم أمره لله عز وجل، سمعنا وطعنا. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، ايه هو يوم الفرقان؟ لا احنا بنتكلم في غزوة ايه؟ غزوة بدر.
ايه ده؟ هي غزوة بدر اسمها يوم الفرقان؟ بالظبط، لان به فرق الله بين الحق والباطل. هزم المشركون واندحروا، وانتصر المسلمون بفضل الله وعز الدين، وكان يوم فاصل في حياة المسلمين. وعشان كده تلاقي بعض الصحابة اسمهم البدري، ابو مسعود البدري، اللي دخل الغزوة دي لشرفها ومكانتها نسب إليها إلى بدر تشريفا له. سمعت قبل كده فلان الخندقي؟ لا. فلان الأحودي؟ لا. إنما في فلان البدري، غزوة عظيمة. لا، اسمه أبو مسعود، غير ابن مسعود، اسمه أبو مسعود البدري. وساعات يقول لك وكان بدريا، لأن ده وسام خدوه كل اللي راحوا في غزوة بدر. يوم التقى الجمعان، فريق المسلمين وفريق المشركين، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. قدر سبحانه أن ينصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بفضله تبارك عز وجل.